أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية وقوى الدفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة يمثل دافعا لمواصلة العمل بذات العزم مشيدا بجهود منتسبي وزارة شؤون الإعلام والإعلاميين بشكل عام في تأدية مهامهم وواجباتهم الوطنية لما فيه خير وصالح مملكة البحرين. وأكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول للنجاحات المنشودة ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في كافة المحافل الإقليمية والدولية. جاء ذلك لدى تسليم سعادة وزير الإعلام وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسبي وزارة شؤون الإعلام ولعدد من الإعلاميين، وذلك إنفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوى الدفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة. وقد هنأ سعادة الوزير الحاصلين على وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي معربا عن شكره وتقديره لكافة منتسبي وزارة شؤون الإعلام على جهودهم وإسهاماتهم ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين في التصدي لجائحة فيروس كورونا وإبراز منجزات المملكة التنموية والحضارية متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. من جانبهم أعرب منتسبو وزارة شؤون الإعلام الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن بالغ فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم السامي، مؤكدين تشرفهم بنيل الوسام الذي يعد حافزا لمواصلة العمل والعطاء خدمة للوطن. بداية الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله على أمره السامي بمنحكم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، والشكر لصاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء على قيادته للفريق الوطني. الحقيقة خدمة البحرين، خدمة شعب البحرين، خدمة كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة شرف لا يضاهيه شرف. أعتقد مرينا مثل ما مر العالم كله خلال السنتين بمرحلة جدا صعبة، وإحنا بإذن الله الآن في المراحل النهائية لهذه الجائحة، ولكن دائما نستذكر نعمة البحرين، فنحن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. خلال هذه السنتين ما سمعنا عن حظر، ما سمعنا على تهافت على الأسواق، ما سمعنا عن توقف خدمات أو تعليم، كانت الحياة ولله الحمد مستمرة وبشكلها الطبيعي بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل القيادة الحكيمة، وبفضل الجنود المجهولين اللي اليوم أنتم تشكلون جزء مهم من هذا الفريق الوطني اللي قدم الكثير. قد بينك وبين نفسك ترى بأن ما قدمت شيء بسيط، لكن مقابل ما انعكس من صورة جميلة للبحرين في كل العالم فلكم دور فيه. الإعلام كان من الصفوف الأمامية الأولى منذ اليوم الأول في الإعلان عن أول حالة تم اكتشافها في البحرين، وأنا أتذكر هذه اللحظات، يعني الساعة 6 صباحا تم التواصل معنا للإعلان عن أول حالة، ومن ثم بدأت الأنظار تتجه إلى التلفزيون والإذاعة والوكالة والصحف بشكل يومي وداعم ومتابعة. فقمت بدور كبير
دور توعوي، دور طمأن الناس، دور تعليمي. في الإعلام شاركنا جميع القطاعات، شاركنا وزارة الصحة، شاركنا وزارة الداخلية، شاركنا وزارة التربية، شاركنا الجميع، كنا متواجدين مع جميع القطاعات. فما ودي أطيل عليكم، تستحقون هذا الوسام بأمر من سيدي صاحب الجلالة وبمتابعة واهتمام من سمو ولي العهد رئيس الوزراء. فألف مبروك. نتمنى إنما تم تقديمه خلال مرحلة مهمة من تاريخ البحرين، دروس مستفادة استفدنا منها، تحفزنا لتقديم الأفضل. فالبحرين أولا وأخيرا تستاهل منا الكثير، وشكرا جزيلا. شكرا. اليوم حقيقة الفرحة لا تسعني أني أكون يعني إحدى بنات هذا الوطن التي يكرمنا بالحصول على وسام الأمير سلمان بن حمد الاستحقاق الطبي. اليوم أنا أحمل مسؤولية أكبر، وهو في النهاية تكليف وليس تشريف كما يقولون. اليوم أنا أتحمل مسؤولية أعظم في أني أنا أخدم هذا الوطن، أقدم كل ما عندي من جهد ومن إخلاص لأجل البحرين ولأجل أبناء البحرين. فشكرا حقيقة، شكرا سمو ولي العهد، شكرا جلالة الملك، وأكيد هذا الوسام أعتبره عز وتشريف وفخر بالنسبة لي. هذا الوسام يعني لنا كلنا اليوم، مو فقط المتزبي وموظفي وزارة شؤون الإعلام، أيضا لجميع القطاعات، لأن فعلا هذه الجائحة كانت يعني يمكن خلينا نقول غريبة نوعا ما علينا في مملكة البحرين في العالم أجمع. وقدرنا خلال هذه الفترة أن احنا نثبت أن فريق البحرين قادر أنه يجتاز هذه المحنة وقادر أنه يتخطى هذا الصعاب. أكيد شكرا على هذا الوسام اللي فعلا يعني لنا الكثير. هذا الوسام نعتبره وسام لنا ولأبنائنا ولأجيالنا جميعا، لما قدمته البحرين من مثال يحتذى به أمام دول العالم في التصدي لهذه الجائحة. وهذا أيضا الوسام يعتبر وسام لكل أبناء البحرين على ما قدموا خلال هذه الجائحة. جلالة الملك الله يحفظه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الحقيقة قدموا الغالي والنفيس لأجل مصلحة المواطنين ولأجل صحة المواطنين. وكلنا شفنا خلال الجائحة شلون كان التعاضد والتكاتف والتعاون ما بين كل الجهات الحكومية والجهات الخاصة ومؤسسات الدولة ومواطنين وأيضا متطوعين في هذه الجائحة. فكل الشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى ولسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الوسام بالنسبة لي طبعا الوسام شيء يعني أنا سويتها في حق البحرين صغير، والوسام بالنسبة لي يعود ودافع لي أن أنا أعطي أكثر وأكثر، لأن هذه في النهاية يبقى اسمها البحرين، بلادي، أمي، أبوي، هي كل شيء بالنسبة لي. طبعا هذه فرحة كبيرة، وبدون شك احنا نتقدم بالشكر الجزيل لسيدي جلالة الملك المفدى على توجيهاته السامية بتكريم كل العاملين في وقت جائحة كورونا. اكيد شكر كبير وفخر كبير نحن اليوم نحصل على وسام الأمير سلمان للاستحقاق الطبي، هذا الاسم اللي اكيد يعني لنا الكثير كبحرينيين. وبلا شك احنا نفخر اليوم من بعد وقت صعب جدا مرت في مملكتنا وايضا العالم باسره، فخورين ان احنا تعدينا هذه المرحله وتعديناها بنجاح.